تم تخريج بعون الله الدفعة الرابعة من المهام الخاصة التابعة لجيش النصر الجبهة الوطنية للتحرير. والهدف من الدورة بناء القدرة القتالية للمقاتلين وتأهيلهم تكتيكيا وعسكريا بالسلاح وبناء اللياقة البدنية للمقاتلين. تم خلق مفهوم وانسجام بين كافة المقاتلين الخاضعين للدورة هون بحيث مهام قتالية بشكل منسجم، والخريجين جاهزين لصد أي عدو على المناطق المحررة إن كان بأعمال دفاعية أو انتقال للهجوم إن شاء الله. Yeah.